دلال بونجور بونجور هاي تينا كيفنا اليوم؟ منيحة وأنت؟ اليوم عم نعمل شيء سبيسيال باللقطين موسم لقطين واليوم هالوين أون بلوس ففي كثير أشخاص اشتروا لقطين وبتعرف اللقطين بتضاين أنا بشتري كذا وحدة وبضعهم على جنب يوم بعمل شوربة يوم بعمل جراتان اليوم شو بتعملي؟ اليوم ما بدي اقول اليوم بحشي مثل ما هون عم بيشوفوا هيك اذا فينا نفرجي المشاهدين اليوم جبنا لقطين فينا نشتغل فيهم على طريقتين يعني مثل ما كنا عم نشتغل تحت الهواء او بنجيب لقطينه بنقطعها اثنين حنحكي عنها ندخلها على الفرن لمده 40 مثل دقيقه هولي يعني. مثل هولي صح نرجع نعمل حشوه فوالا هيدي لقطينه مسكره قطعناها اثنين او فينا نشتغلها مثل ما كنا عم نشتغلها تحت الهواء يعني قطعناها بهيدي الطريقه اليوم في عنا طريقتين فينا نفوتها هيك بالفرن فوالا تنشوي كثير طيب اللقطين ينشوي هيك ما بيشرب كثير مي غير انه ما نسلقه نهائيا يعني انا حتى اذا بدي اعمل شوربه تينا بشوي بالفرن ما بسلقه ابدا واليوم بدي اقول كمان انه وقت نشوي لقطين فينا نطحنها اذا بدنا نعمل شوربه ونوضعها بالفريزر لمده شهر بهالطريقة ثلاثه ما بصير هي بنرجع هلا جبنا لقطين فوالا او بنقطعها اثنين تينا بنفرغها بنشيل البذر يعني البذر تبعها وبندخلها على الفرن هلا حنفرجي كيف بدنا نوضع لها شويه ملح او مثل ما هون اشتغلناها بنقطعها بهيدي الطريقه وجبنا ملعقه وشلنا البذر ما قطعنا شيء ما شلنا شيء غير البذر يعني احنا اشتغلناها شوي تحت الهواء هلا ما اخذت كثير ما اخذت كثير وقت هلا بدنا نجيب ملح بدنا نوضع شويه من الملح اوكي ما حطيت ما بدها زيت حتى ما حطيت زيت هلا في حط زيت بس انا اليوم حبيت انه ما حط زيت أوكي. جبت ورقه الزبده وضعتها بهيدي الطريقه على ورقه الزبده اوكي حميت الفرن 180 درجة لمدة 10 دقائق ودخلت وصفتي لمدة 40 دقيقة واليوم بدي أقول تينا كل ما كبرت اليقطين كل ما بتاخد وقت أكثر صح أوكي alright هلا بدي اقول شغله كمان انه اليوم حطيناها بالفرن شلناها بعد 40 دقيقه من الفرن طلعت هيك بهيدي الطريقه هلا لو بقيت شويه مي بنرجع بنغير ورقه الزبده بنوضعها لتنشف وهون بدي اقول شو بدنا نحشي وصفتنا وبدنا نرجع نذكر تينا ونقول انه اليوم نحن وصفتنا ما قشرناها يعني ما بدنا ننسى انه تركنا اليقطينه بالقشره بقلب الفرن بس شلنا البذر تبعها وشويناها اليوم بتقولي لي انا ما بحب اشويها في يقول لك فيك تسلقيها بس لا. اكيد شوي اطيب هلا هول كلهم شو هي الوصفه بعد ما وصلنا للوصفة هي وصفة طيبة كتير اليوم بمقلية أو بطنجرة على نار بدنا نوضع شوية من زيت الزيتون بصلة بيكن فطر اليوم في عنا فطر معلب في عنا فطر طازة كله على نار وبدنا كمان يكون عنا يقطين يعني اليوم بدنا نجيب شقفة من اليقطين بدنا نقشرها وبدنا نقطعها لمكعبات كمان ندخلها بالوصفة بدنا ندخلها بوصفتنا على جنب بدنا نتركهم على نار لمدة 7 ل 8 دقائق على جنب بده يكون عنا أجبان اليوم عم بحكي بالبلو تشيز بالفتة بالإضافة للبارميزان أو هون فينا نستبدل الأجبان فينا نوقف بالجرويير شافر موزاريلا حي الله شيء بدنا نمزج كل المقادير سوا بدنا نزيد نص كوب من الكريم فريش أو الحليب السائل ما بدي أوضع بيض بدي أجيب التوست يلي معودين ناكله مثل ما هو بدي فتفته على وصفتي شوية من السمسم شوية من الأوريجانو بدنا نمزج كل المقادير سوا بدي أحشي اللقطين يلي شويته بدي أرجع أدخله على الفرن لمدة 7 ل 10 دقايق ونقدمه باليوم بدي أقول أنه هيدي وصفة منقدمها حد سلاد فينا نقدمها حد سلاد نقطعهم دي ترانش مثل ما فينا نقدمها بزيت الطريقة هلا بدنا شو عم نشتغل هلا على الحشوة على الحشوة بدنا نقلي بصل فينا نضيف ثوم فينا ما نضيف فينا كمان نشتغل بالبصل الاخضر يلي كمان بيطلع طيب لكن بدنا نلوح البصل بدنا نرجع نلوح البيكن يوم تقولي لي انا ما على بالي حط بيكن بقول لك في استبدل بالجامبون او في ما اوضع ولا بيكن ولا جامبون كفي الوصفه مثل ما هي
بتعرفي بدي اقول لك انه اللقطين من اكثر الوصفات يلي كثير العالم بتحبها، يعني شوربه اللقطين هي اطيب شوربه للجراتان. بتعرفي إيه اللقطين كمان طيبه بكذا طريقه مختلفه ولا. وبكل وصفه بتعطي طعمه شكل. فينا نشتغل فيها، فينا نشتغل فيها مالح مثل ما فينا نشتغل فيها إيه حلو. حلو سبق واشتغلنا بالكيك اللقطين اللي هو كمان من اطيب الجاتويات. لكن احنا هلا عم نلوح البصل وبعد البصل بنزيد بدنا نضيف البيكن. البيكن بدنا نرجع نضيف اللقطين. اليوم بدي اذكر واقول انه عم بحكي على اللقطين الني، يعني ما سلقته ما شويته مثل ما هو ني اشتغلت فيه. مقصوصين مكعبات صح اساسي يستووا هون او فيهم يكفوا استوى بالفرن؟ فيهم يكفوا، يعني اليوم لا بدنا نستويهم اكثر. بيستووا اكثر هون؟ اكثر هون، لا ما بدنا ندخلهم كثير على الفرن. اوكي بتعرفي تينا حتى في اشتغل بالكينوا، يعني اعمل كينوا على جنب مع الاجبين والفطر وزيت الطريقه، بس اكيد اليوم عم بحكي على الكينوا يلي سلقته مش الني واحشي فيه اللقطين بزيت الطريقه كمان ودخله حلو. على الفرن. لكن احنا هلا عم نشتغل بالبيكن مع البصل. طلعت ريحة البيكن وطلعت ريحة البصل. البصل من زمان طلع كل استوديو بلشت السعلة بالاستوديو. لكينا بصل بيكن، نرجع منزيد اللقطين هلا او الشامبينيون. لقطين بده وقت اكثر. نرجع منضيف الفطر الطازه اليوم. حبيت اشتغل بمزيج من الفطر الطازه والمعلب، بس أوكي. كمان فينا نستخدم نوع واحد. هذا الصوت اللي طلع على الهواء هو الهود اللي دورناه هلا. يسحب ريحه البصل. مضطرين حلو هالمزيج. حلو وطيب. بصل بيكن لقطين مقطع ني. بعد كثير مهم انه نشوي اللقطين قبل بوقت. لانه اذا وضعنا الاجبين ودخلناه على الفرن بيحترق الوجه اللقطين وبضل بده وقت، يعني كثير مهم انه نص الخبزه قبل. او ثلاث ارباع الخبزه تكون بالفرن. اوكي. إذا عم نحضر اللقطين كرمال نعمل شوربة مثل ما قلتي أو غير وصفة، بعد ما نشويها فينا بس نفرغها بالمعلقة؟ بنفرغها و هي بتصير من ايه، بس إذا بدنا نعمل شوربة فينا نشتغلها ني تينا، يعني مش ضروري نشويها أبداً، يعني فينا نجيب طنجرة نجيب ني لقطين ني نقشره نفرمه لمكعبات أو شقفة كبيرة ونشتغل بالكرات والبطاطا والجزر ونكفي وصفتنا. بس اذا اليوم بتقولي لي انا على بالي اشتغل باليقطين وحطهم بالفريزر ايه؟ لانه بضاينوا اشهر ايه؟ بقول لك ايه فينا نوضعهم بالفرن بالجلده، مش ضروري نشيل الجلده. نرجع منقشرهم منقطعهم او فينا هون ساعتها نطحنهم حسب شو وصفتنا ونوضعهم بالفريزر. وبتعرفي تينا انه شوربه اليقطين هي من اكثر الشوربات يلي يعني فينا نقعدها بالفريزر لمده شهر اثنين ثلاثه ما بصير لها شيء، بس ما بدنا نوضع لها الكريم فريش ونحطها بالفريزر. بنحطها بالفريزر بلا الكريم فريش، بنشيلها من الفريزر وساعتها بنزل لها الكريم فريش. هلا بدنا نضيف الفطر. الوان خريفيه اليوم. ايه ودلال كمان انا بوردو. لكن فطر طازه
نعطي بكره او فطر معلب حسب شو عندكم. نعمل وصفات باللقطين مع الفواجرا وقت يقرب العيد. كمان الوصفات اللي كثير طيبه. او بنحط لهم البان دي بيس كمان. لكن ضفنا زيت الزيتون، ضفنا البصل، رجعنا ضفنا البيكن، رجعنا زدنا اللقطين يلي مقشر يلي قطعناه لمكعبات. اليوم بدنا نذكر انه اللقطين ني، رجعنا ضفنا الفطر. واذا ما بدي احط فطر في استبدل بالبازيلا، بالهليون، بالبروكولي، بحيلا نوع خضرة. من الخضره. على طول على نار بدنا نضيف الملح والاوريجانو. اليوم ما بدنا نملح كثير تين عليه لانه الاجبان فيها ملح. شويه من الاوريجانو. سو الحشوه بعد ما بدنا نرجع نضيف الفطر. هذا الفطر المعلب. المعلب. بضل في بس الكريم مع الاجبان. الكريم مع الاجبان. هلا لضيق الوقت يلا رح نزيد الكريم وصفتنا. خلينا بس نوصل الفكره. الاجبان على النار كمان؟ لا الاجبان مش على النار. اوكي الخليط كله على النار. اللقطين بنزيد الاجبان. نجيبوا شوي بالقلم. شو بدنا نعمل؟ من بعد ما تركنا وصفتنا على نار، جبنا اليوم شوية من جبنة الفتة، شوية من البلو تشيز، وشوية من البارميزان. اوكي، خلطناهم سوا. ضفنا لهم شوية من التوست. اليوم عم كسر التوست، خمسة شقف من التوست. رجعنا ضفنا وصفتنا، مزجناهم كلهم سوا، ضفنا شوية من السمسم وعبينا الوصفة. نحن رح نرجع مشاهدينا بعد شوي على التيستينج، ضلكم معنا. انضمت لنا رولا عايزنا نخلص الوقت. انا على اساس في تيستينج مش شو مدوق. بس انا اليوم اصريت انه نكفي الوصفه لهيك نوصلها للمشاهدين. خلينا هيك سريعا. لا وقتها كانت قبل. ما عم بسمع انه خلص الوقت. انا يلا بنخلصها هلا. فينا نعلق على الديكور والسيتنج كثير حلو. كثير بيوحي بالمناسبه. اليوم ما حكينا عن هالوين. اليوم هالوين عند بربارة بامريكا. هابي هالوين. فحضروا الماسكس او فينا نقول حضروا حالكم تتشيلوا الماسكس اللي بتحطوهم بشكل دايم. اظهروا على حقيقتكم. فهلا هي الحشوه دلا كنا عم نعملها قدام المشاهدين خلصت وزدنا كريم. حطينا جبنه. هون جانا حطينا جبنة. الاجبان مع ال شو اسمه التوست. مع التوست ما بدي انسى التوست. وهلا بدنا نحشي. اوكي. اوكي البامكن. طب فيني انا اعمل تيستينج هون بما انه ما في تيستينج مش ما خلصته. اليوم ظلمناك رولا. فبعد ما نحشيها ما بدي انسى انه ضفنا شويه من الكريم فريش. ايه كمان. اكيد يعني حطينا كريم فريش، حطينا الحشوه، حطينا السمسم كمان تحت الهواء. حطينا سمسم كمان. حطينا سمسم نحشيها بنرجع بندخلها على الفرن. قد ايه بدها وقت لما نرجع؟ ماكسيموم 10 دقائق لتذوب شوي الجبنه. ولا شفتي التوست حلو. قلنا انه الاجبان تشكيله اجبان. تشكيله هون ذوق شو ما بنحب. حسب شو بنحب جبنه نستخدم. صح واضح انه رولا بتحب البلو تشيز. بلو تشيز. والثاني شو هيدا الابيض دلال؟ حطينا البارميزان والفتة. واليوم فينا نستبدل بحي لانه على فينا نرش شويه سمسم على الوجه لنرجع ندخلها على الفرن لمده ماكسيموم 10 دقائق. سو هيدي النتيجه. هيدي هي. واليوم حبيت انه هيك فتفت شويه من التوست عليها يلي كمان هيدي وصفه منقطعه. منقطعه هون؟ منقطعه اكيد لانه ما عم بفتكر حدا فيها كلها كلها. وهون فينا نقدم سلطه انديف او حيلا نوع من السلطه من الخضار ونقدمها. هلا دخلتوا شيء من اللقطين فيها او بس كديزاين؟ بلا حطينا لقطين بيتاكل هيدا اللي بقي هون. ايه ايه هيدا مشوي بالفرن يعني خالص مشوي بالفرن مثل ما فينا ناكل. ثانك يو دلال. هابي هالوين للي كل عم بيعيدوا هالوين اليوم. رح ناخذ وقفه ومنكفي.